ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا رسومات الفنانة مس ندى، وطبعا رسوماتها مميزة وتخطف العيون بالألوان بتاعتها. شكرا مس ندى على ان انت فكرت تعملي حاجة شكل كده للأطفال وبتنمي مواهبهم. طب عاوز اسألك، انت بتحاولي تنمي موهبة الرسم بس عندهم، ولا بتحاولي تنمي لهم مواهب تانية تساعدهم ان هم ينموا مواهب تانية برضو عندهم؟ فعلا احنا عندنا مثلا عدت فترة كده، كان ممكن تاني سنة من عالم سمسم، حبيت ان انا مثلا اطلعهم من مود الرسم شوية، اشوف مثلا كل واحد عنده موهبة ايه، بيحب ايه. فعملت اجرت زي قاعة كده، وبعدين كانت فيها بقى ختام ليهم زي شهادات تقدير وكده، وبعدين اشوف كل واحد عنده موهبة ايه. لقيت اللي عنده موهبة تمثيل، عنده واحد بيقرأ قرآن صورته حلو جدا، في واحد بيحب يمثل، بيتعمل لهم مسرحيات وكده. فكانت الصراحة اليوم كان حلو جدا يعني. كويس جدا انت بتحاولي برضو تساعديهم، يعني غيرك لو حد غيرك يعني مش هيبقى هدفه ان هو ينمي لهم مواهب تانية، لا هيبقى هدفه ان هو حاجته بس اللي هي فاهماني موهبته بس هي اللي تطغى على كل حاجه. لا بالعكس، انا بحب فيهم كده جدا ان هم يجددوا من المواهب اللي عندهم ويعددوا فيها. حتى عملت لهم معرض مره كده برسوماتهم ان هو يبيعوها مثلا باقل سعر كتنميه ليهم لبعدين، يحبوا ان هم مثلا يحطوها في محلات تتباع او كده. حاجه كويس. طيب اخبارك ايه مع مس ندى، وصلت لحد فين معاها؟ اول حاجه انا بدات ارسم على الطبلوهات بالالوان الاكريليك وميه وجواش، وبعدين عرضتها في محلات بره كاستثمار يعني. تمام. الخطوات بقى، الخطوات بدات ان انا ارسم اول حاجه يعني بالرصاص والونه بالوان ميه او اكريليك. تمام. وبس وبتدهنيها في الاخر، بعدين في الاخر ورنيش عشان تديها طبقه لمعه. كويس جدا، بتمنى ربنا يوفقكم جميعا في القادم، وتبقوا معانا تاني وتكون في تطور في رسوماتكم وفي ابداعاتكم اكتر من كده. طيب عاوزاكي انت تقولي لي بقى مس ندى، المايك مس ندى بتحاول توصل لك المعلومه بسهوله ولا بتتعب معاكي في توصيل المعلومه؟ بتعرف توصل المعلومه، بتعرف توصل المعلومه بسهوله لدرجه ان احنا بقينا بنفهمها من غير ما تتكلم. ده اللي انا قصدي عليه. انا كنت محضره سؤال لمس ندى اللي هو انت يعني انت بداتي دلوقتي معاهم لمرحله ان هم ممكن يفهموكي من غير ما تتكلمي اصلا؟ فعلا ده يعني مثلا ارسم الرسمه خلاص هم عارفين الاسس بتاعتها اللي بعدها ايه، عندهم مثلا التلوين وانا ماشيهم بثلاث حاجات، ممنوع نطلع بره الخط، نمشي في اتجاه واحد، ما نسيبش نقطه بيضه، فهم حفظوا الخطوات فيرسموا الرسمه خلاص انا ما ببصش ورايا بقى خلاص. هم حتى لما يجي اطفال جديده هم بقى اللي بيقولوا لهم مس ندى بتحب ايه وتكره ايه. بس هم حافظين معايا الحمد لله. كويس. طب عاوزه كل الساده المشاهدين يدخلوا دلوقتي يشتركوا في بيج عالم سمسم الكل بيرسم، وعشان نشجع البراعم المستقبل ان هم يوصلوا لحلمهم ويحققوا اهدافهم. طب وقبل ما اختم فقرتي مع مس ندى وعالم سمسم الكل بيرسم، عاوزاكي توجهي رساله لكل ام عندها طفل موهوب. طبعا يعني تبدا معاه من هو صغير جدا، تجيب له مثلا اسكتشات اللي هي تبقى مثلا مرسومه ومتلونه والتانيه مش متلونه، فتبدا اللي هي تخليه يقلد زيها من سن صغير. الاطفال بيحبوا تبقى ايديهم حره فيرسموا ويلونوا على طول ويشخبطوا، ده اهم حاجه. حته مثلا الالوان، يجيبوا لهم الوان ميه يقعدوا برضو يخلي القلم حر. يبداوا مثلا يودوهم بقى عند سنتر مركز اللي هو بتاع ثقافه رسم او كده من سن 5 سنين، يكون مثلا يعني يعرفوا يمسكوا القلم فيها. واهم حاجه، اهم حاجه المدرس اللي هم هيروحوا يودوا فيه الطفل عندهم، اهم حاجه يكون عنده صبر وراحه بال، لان وطوله بال قصدي، لان بيجي لي اطفال اصلا صغيره عندها حابه الرسم لكن هي خايفه ترسم او عندها مشكله في الرسم، فبحس ان هو ده من تاثير مدرس قبل كده ومن عادتي مع الاطفال بقى بعد بيحكوا لي يعني. فاهم حاجه، اهم حاجه يعني من اول سن 5 سنين. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا مع مس ندى وموهوبين عالم سمسم الكل بيرسم. تعالوا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع نستقبل في ضيوفنا ونرجع مع بعض تاني. ورجعنا بعد الفاصل مع ضيوفنا اللي منوريننا
معايا النهاردة موهبتين مختلفين، معايا أبنوب وحيد موهبة تقليد شخصيات، ومعايا موهبة تمثيل أحمد فودة. نورتوني وشرفتوني، أهلا بيكم في أول طلة. عاوزاك يا أحمد تقولي بتحب مين من الممثلين أو مين القدوة بتاعتك من الممثلين نفسك تكون زيه في يوم من الأيام؟ طبعا النجوم كتير جدا، بس كمثل اعلى ليا الاستاذ احمد زكي طبعا، لانه مدرسه كبيره طبعا ومحدش يقدر يقابلها. طبعا رحم الله الفنان القدير احمد زكي واسكنه فسيحه جناته. يعني اقلده مثلا ولا ممكن تورينا حاجه ليه مثلا الحته دي؟ يعني اخر حوار ليه في مؤتمر حليم يعني وكده قبل ما يتوفى بحاجات بسيطه، ممكن دي يعني؟ اتفضل. حبيبي كل لحظة كنتوا طيبين، يعني كنا عايزين من النهاردة نقول كل سنة واحنا طيبين، بس هنقول كل لحظة واحنا طيبين، ان كل لحظة حلوة تعدي من حياة الانسان هو في نجاح وتقدم وانجاز هو بكامل صحته. يعني يحمد ربنا ويشكر فضله، انا عبد الحليم ده كان حلم حياتي، يعني من وانا في اولى معهد فنون مسرحيه كنت دايما اقول لعفاف شويه بالليل اللي هي كزميلتي في الدفعه، لعفاف انا يجي اليوم اللي اعمل فيه فيلم عن حتى عبد الحليم حافظ. فيعني عبد الحليم كان عنده مرض بالهرسيا، المرض اللي عندي ده سببه مرض بالهرسيا، وانا عايزكم ادعوا لي لان ده بجد حلم حياتي، اشوفكم بخير. شكرا شكرا شكرا. شكرا لك يا احمد، ممتاز. أبنوب طبعا تقليد الشخصيات او تجسيد الشخصيات حاجه مش سهله، ان انت توصل لطبقه صوت الشخصيه اللي انت بتقلدها حاجه صعبه. اكيد طبعا. فانت ايه اكتر مثلا شخص بتتعب عشان تجسد شخصيته؟ هو محمد سعد تقريبا كل الشخصيات اللي هو بيعملها انا بقلدها، فهي اكتر شخصيه بتتعبني عشان هي صوتها رفيع جدا، هي قطاطة. تمام، هي دي اكتر شخصيه بتتعبني. انا حضرتك انا محضر حاجه كده لو حضرتك تسمعيها. اتفضل. دلوقتي هنتخيل اكن في فرح، تمام، والممثلين معزومين فيه وعايزين يروحوا. تمام. فهبدا بحفيظه كده، هيقول ايه؟ اسعد الله مساءكم من جديد، وش كده وبدون اي مقدمات هنخش نقدم لكم دليل ابو حفيظه للعريس والعروسه المصريه. احب اوجه كلمه لاصحاب العريس، ممكن بلاش روشنه، بلاش تعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه من ساعه ما ارتبط، عشان ده كده هيضعف موقفه جدا قدام العروسه. ثانيا اصحاب العروسه، حاجه غريبه جدا بتلاحظ ان كلهم شبه بعضيهم، ده يرجع للفضل للكوافير لانه ما عندوش غير اسطمبه واحده بيلطعها في وشهم كلهم. ثالث حاجه ودي الاهم، نفسي البنت تفهم ان الميك اب مش عباره ان وشك يبقى شبه كحكه بسكر، ولا ان الاكسسوارز انك تمشي لما حد يعدي من جنبك يحس ان في حنطور ماشي من كتر الشخاليل. ودلوقتي هيخش معانا عم سيد زين يقول لنا كلمتين. مشا شا 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 الخير يا معلن، مشا شا 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 الخير، ودلوقتي معلن احنا عايزين نخش نشوف باب القاعه ده فين. يا ده مع عم يا سو 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 سكر، انت ده الجمال ده يا عم رضا حامد، خش قول لنا كلمتين. حضرتك تعجبني، على قصدك القاعة الكبيرة دي اللي بيخش فيها العريس والعروسة. اوعى تقول انا عارفها، اوعى تقول انا والله عارفها. بص بقى، دي الست اللي هي بتاعت الدجل واللي هي الشعوذة والحاجات اللي هي كلها دي بقى الأستاذة خالد نوسة. خش معانا خالد نوسة. والنبي اخوانا ما جيت جنبك اخويا، انت عمال تخش لي يمين وشمال وتغلط، فانا غلطت فيك يا حبيبي عشان تتكلم معايا بالطريقه دي. وبعدين وانت اتصيت في نظرك ما باب القاعه قدام عينيك اهو، حتى بص خش كده تشوف مين معانا موجود قدام باب القاعه. الواد رضا، ايه ده ابن اسمها ايه دي؟ قريب خالي حناوي. خش يا رضا. الو، امال لا 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 خالي حناوي، خالي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش تاني. ناكل عيش منين يا كفر؟ ناكل عيش منين؟ خلع النووي، خلع النووي. رواتي رواتي ابن رواتي، انا صديق، هذا صديقي، هذا فهو هذا. انا هروح معاك الفرح ده لسببين. السبب الثالث هو اني ما اعرفش مكان الفرح فين، فقلت لان احافظ على ابنه همومتي هذا الميت وهذا المنزل، ما
والله اعلم اقول انا لن اتزحلح ولن اتنحنح عن كل هذا فهو هذا. اذا ايه اللي جاب عم شكشك هنا دلوقتي؟ يعني الاستاذ كمال الشناوي ممكن يخش في الموضوع؟ خش يا ولاد. انا مش راضي كلام فارغ. ايه فيلم سينمائي ما فيهوش كمال الشناوي يبقى مش فيلم. احنا افلامنا دي كانت حاجه عظيمه. افلام فيها معنى فيها فكره فيها دلع مش قله ادب واباحه. لازم تاخد بالك من الموضوع ده ويتبلغ كل المنتجين يعملوا افلام زي اللي كنا بنعمل دي افلام عن اللي كرنك. ما ينفعش لازم ترد عليه طبعا. يا حبيبي والنبي انا نفسي اخش الفرح فيه شغل جوه كتير قوي. ام العروسه جامده قوي الصراحه. يا نهار اسود على ام العروسه. يا اسود بتمشي تقول يا ارض تهزم عليك يا ازي. ايوه وادي يا ابني خش بقى يا عم علي ربيع عايز يخش يقول لنا كلمتين. خش يا حلوه. يا ولد الدنيا حلوه يا ولد كل دي يا ولد اسود كل دي حاجات. خدوني معاكم في اي حته وانت خدني معاك في اي حته. خش كده خدني معاك يلا. يعني الاستاذ سادات ممكن يخش في الموضوع بس انا خد. احنا قلنا الفرح ده هيتعمل ازاي وما فيش حراسات عليه. هو انتوا يعني شايفين ان البلد دي فوضى ولا شايفينها ماشيه ازاي يعني؟ لان احب نقول لحضرتك ان ده المكان اللي كله متعمل ده الفضل ورجعنا يا جدعان انتوا قاعدين فرح واحد محروق مزغلطه وزن من كليها. الله ادعى المهندس ساعات المساء خش على ساعات المساء قبل ما انفضت. شايفيك بسمة أمل. فرحت أمك بيك اتجوزت. أرقص يا أجنبها أرقص بفرح. الله شهرين هما شهرين دويتوز هما اتنين فتشغلك داية عندها تبقى ذكر تبقى حبيبي وكفاءة. هقفشك تتنطع في البيت زي البرص. هأصهرك أنزل منك أرانيب صغيرة. ودلوقتي هيخش معانا عم ضياء المنخلي يقول لك الكلمه دي عشان هو ساكت لكم من الصبح. مين اللي زعل ارنوبي؟ يا نهار اسود يا منجي نجي ايه الحلاوه دي؟ ياه وكان في واحد خليجي. يا نهار ايه ده الراجل الخليجي اهو خش علينا. يا طيب قلبي وينك والله تخرب بيتك والله. تدري ليش العريس هذا والله النتن وابن النتن؟ تدري ليش؟ والله ليش ادري. والله عسل يا بوب يخرب بيتك والله. وين العريس يا شباب؟ وين العريس؟ دخلوني وين العريس؟ ايه ده؟ ثانية واحدة كده. ايوه انا عدريس. يا كركوري حبيبي كركوري وحشني كركر. يا كركوري ايوه احبك. ايوه انا احبك. فاطمشي بقى ها يلا. مين أكتر شخص بيدعمك عشان تشتغل على موهبتك؟ والله كتير جدا طبعا بس اكتر واحد يعني مؤثر في حياتي ودايما واقف جنبي هو الاستاذ محمد حمده. طبعا يعني من اكتر الناس واقف جنبي طبعا الاستاذ عبد الحليم اللي كان بيتابع مع حضرتك. وطبعا كانت في ناس كتير جدا بتقول لي كلام وتحبطني بس طبعا الشخص الناجح ما بيأثرش في اي حاجه. لو حاطط هدف قدامك وثقتك في ربنا ما حدش يأثر فيك ولا كلام الناس يأثر فيك لان طبعا ربنا ما بيخلق حلم في قلب حد بيعرف ان هو يحققه. فطبعا طيب في نهاية الفقرة كده عاوزة كل واحد فيكم يجسد شخصية وتردوا بيها انتوا الاثنين على بعض. ماشي اختار اي شخصية. مثلا كمال الشناوي. انت اختار كمال الشناوي. وطلعونا فاصل بالشخصيات اللي انتوا هتقدموها. ماشي وانا ممكن بوحة. حلو بوحة. ماشي ابدأ. اتكلم. سبح سبح يا عم الحاج كده دلوقتي معانا كده برنامج اول طلة. الواحد يخش ان هو يخش تلاقي فيه نشاط في قلب الاستوديو. الناس عماله تروح يمين وشلات ويمين وشلات وتحس ان في بني ادمين في قلب المكان هنا ساعات. خش قول لنا بقى كلمتين كده بالنسبه لقلب الموضوع ده. هبط ايه برنامج اول طلة. برنامج جميل جدا وكلنا عارفين ان برنامج اول طلة ده حاجه كبيره جدا. وانت ذات نفسك عارف ولا انت ايه يا استاذ بوحه؟ مش عارف ان البرنامج ده حاجه كبيره؟ طبعا حاجه كبيره جدا. الاستوديو كله احمر في احمر تحس ان انت قاعد في قلب سلطايه. الكلام هنا جميل جدا ساعتك تحس ان في حاجات غريبه بتحصل معانا في قلب المكان. خش كده عرضك يا استاذ بوحه بعد اذنك. يعني ممكن نطلع فاصل بس 5 دقايق ونرجع تاني. اطلع يا عم فاصل يا عم اديني قاعد. معاكم ساره بربير
الجبري مقدمه برنامج اول طله. النهارده من داخل الملعب الرياضي في اجا معانا الكابتن هاني سلمان ومجموعه من الناشئين. معاكم ساره البربري مقدمه برنامج اول طله. النهارده من داخل الملعب الرياضي في اجا معانا الكابتن هاني سلمان ومجموعه من الناشئين. دلوقتي يا كابتن تقول لنا الناشئين في الكره ليه ما عندهمش الامكانيات اللي هي تؤهله ان هو يوصل للنوادي؟ الاهتمام يعني امكانيات واهتمام برضو من المدربين. برضو الكره ما فيهاش مدربين كتير، او لو فيها بيكون مثلا واحد لعب في مركز شباب او لعب في واحد انديه وما كملش، فبيتطوع بيحاول يعني كتطوع منه ان هو يحاول يساعدهم، بس برضو ما فيش الخبره الكافيه او ما فيش الامكانيات الكافيه ان هي تخليه يوصل لحاجه بعيده بعد كده بالولاد دول يلعبوا في انديه كبيره في مصر. فبييجوا بعد كده يروحوا الاختبارات مثلا، يروحوا في انديه في اختبارات بيبان على الولد ان هو مرتبك مرتبك، مفيش امكانيات تخليه ان هو برضو يلعب في نادي محتاج شغل، محتاج شغل لسه محتاج شغل. فبتبقى مشكله بالنسبه له ان هو لما يبقى ينزل وسط سنه ولسه محتاج شغل وسنه اللي قده اشتغل خلاص، وانا لسه عايز شغل. فدي بتفرق لانه ما عندوش امكانيات تاهله لكده، مفيش خالص، ومفيش مفيش الخبره اللي تقول له تنصحه وتساعده ان هو يعمل ايه عشان يبقى زي دول. بخصوص الناشئين في الكره، رساله ايه اللي حابب توجهها لهم؟ ايه شويه اهتمام، يعني شويه اهتمام. اللعيبه في الكره، اغلب اللعيبه اصلا في مصر كلهم طالعين من كره، طالعين من كره منصوره والدهليه كلها مليانه لعيبه في الدوري المصري، ولاعيبه كتير مشاهير اشهرهم اعتقد ما فيش اشهر من كابتن محمود الخطيب جاي من السنبلاوين، من قريه في السنبلاوين. فلا ما منصوره ولاده وبتطلع مواهب كتير كويسه، بس اللي محتاجينه شويه اهتمام على الاقل، على الاقل حتى يبقى في ناس بتيجي كل فتره تبص عليهم بالظبط، تتابعهم كل فتره، ولو الاساس موجود والامكانيات موجوده ايه اللي يمنعه؟ معانا كابتن عمرو دلوقتي ناشئ من الناشئين مع الكابتن هاني. عاوزين كابتن عمرو بما انك دخلت اختبارات كتيره تقول لنا ايه اللي ناقص الناشئين في الكره علشان يكون مؤهل ان هو يكون في نادي كبير؟ اولا في الكره ما بتوفرش الملاعب اللي هي بتكون ملاعب ال11، بتكون ملاعب كلها خماسيه او سباعي، ده بيكون اكبر حاجه. فهو في الانديه لازم يكون واخد على الملاعب ال11 اللي هناك، فهو لما بيروح بيكونش لسه متعود على الملاعب ولسه مجربش التجربة، بيكون رايح في الاختبارات متوتر، بيكون لسه مخدش على الجو اللي هناك، بيكون عليه ضغط كبير، فبيكون صعب يعني. ممكن يروح ويكون مسافر مثلا القاهرة وهو من الكرة عشان بس يروح يشوفوه، بيكون ما يحصلش نصيب فيرجع زعلان، فدي بتأثر عليه نفسيا بعد كده. بس وكل الأمل هو ان هو بيروح بس يتشاف ويلعب كويس وتيجي هي ما تجيش بقى. هو لو هو بس يتوفر ملاعب كبيره و11 يكون اللاعبين مجهزين في الكره دي هتفرق معاهم جدا في الانديه. بشكرك كابتن هاني، انا كنت سعيده بوجودي معاكم النهارده وان انا اتعرفت على الناشئين الابطال بتوعنا. ان شاء الله باذن الله نكون ليهم طله امل للمستقبل ونحاول نوصلهم لاماكن هم بيحلموا بيها ونكون صوت دائم ليهم. رساله للمسؤولين، يا ريت ننظر للناشئين ونوفر لهم كل امكانيات علشان احنا الكره بنخرج لعيبه محترفه وبيكونوا قد المسؤوليه في اي ملعب، بيكونوا قد المكان اللي هم بيروحوه. وشكرا لكم.